هذه القضية التي أنقلها حقيقة قضية يجب أن نعتبر منها. القضية ليست قضية تاريخية، وإنما قضية معاصرة. أحد المتدينين ينقل أنه كان عندنا صديق، هذا الصديق كان بعيد جدا عن الدين، ما كان متدين، يمكن تربيته العائلية كانت ضعيفة، أجواء كانت غير مشجعة على الإيمان، جدا كان بعيد عن الدين، وما كان يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يصلي ولا يصوم. وفوق ذلك كله، أي واحد كان يشوفه كان يحاول أن يجره بعيدا عن الدين. أي واحد يشوفه يأتي يشككه في الله، في اليوم الآخر، في العقائد الدينية. هذه كانت طبيعته. يقول مضت أعوام وأعوام على هذه الحالة. بعد 10 سنوات، في يوم من الأيام جاء إلى بيتي هذا الرجل الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. خوب، أنا باعتبار الصداقة القديمة رحبت بي وضيفته. يقول عندما حان وقت الأذان وإذا به أراه يقوم يذهب ويتوضأ ويصلي، أنا تعجبت. بعد ما كمل سألته أنه أنت ما كنت تؤمن بهذه الأشياء، ما كنت تؤمن بالله ولا بالصلاة، فما الذي غيرك؟ قال في الواقع أنا وصلت إلى نقطة شعرت فيها أنني لا أستطيع الحياة بدون الدين. أنا وصلت إلى نقطة شعرت فيها أنني لا أستطيع الحياة بدون الدين وبدون الإيمان. قلت وكيف؟ قال تجربة حدثت لي في الحياة، وهذه التجربة هي تجربة الزواج. إحنا بعد أن افترقنا أنا كنت أبحث عن زوجة، إلى أن وجدت زوجتي امرأة وجدت فيها ما أبغي، ولكنها كانت من عائلة متدينة مؤمنة. أنا من اليوم الأول الذي وقع اختياري على هذه الفتاة أخذت أشككها في الدين، من اليوم الأول، أنه ما هو الدين وما هي الحاجة إلى الدين، ولا نحتاج إلى العقد، لماذا العقد الشرعي؟ ماكو حاجة، ماكو ضرورة. الزواج عبارة عن توافق طرفين على إنشاء حياة مشتركة، هذا معنى الزواج. الزوج يرضى، الزوجة ترضى، وينشئان هذه الحياة المشتركة. بعد عقد ما يحتاج، شيء ما يحتاج. يقول تكلمت معها وتكلمت معها وتزوجنا. شيئا فشيئا أخذت أجر هذه المرأة إلى مجالس لا يرضاها الله، شيئا فشيئا.
وأنا غافل عن أنه أنا ماذا أصنع. هذا الولد الذي يذهب إلى مجالس، هذا إلى أين ينتهي به المصير؟ هذا الذي يسير مع رفاق السوء، هذا إلى أين ينتهي به المطاف؟ هذه البنت التي تصادق بنت غير متدينة، إلى أين ينتهي بها المطاف؟ واحد يجب أن يفكر في ذلك. يقول أنا غافل، شيئا فشيئا رأيت أن هذه المرأة تغيرت وتبدلت، وحياتنا العائلية أصبح لها لون آخر، وأنا لا أعرف العلة. يقول في يوم من الأيام جاءت وقالت لي أنا قررت أن أنهي هذا الزواج، انتهى. قلت لها وكيف؟ شلون تنهين هذا الزواج؟ قالت ما تتذكر ذاك اليوم اللي قلت أن الحياة المشتركة تبدأ برضاية طرفين؟ تتذكر تلك الكلمة؟ ولا يحتاج إلى عقد ولا يحتاج إلى شيء، هاي الحياة المشتركة. الآن أنا مو راضية ببقاء هذه الحياة المشتركة، أنا مو راضية بذلك، وأنا من هذا اليوم أفسخ هذه العلاقة. يقول كلما تكلمت معها نصحتها ما فاد وياها، وذهبت إلى أحد أصدقائي، هو هذا الصديق الذي أنا عرفتها عليه وفتحت باب العلاقة بينها وبينه، ذهبت إليه. المرأة خانت، الصديق خان، لأنه عندما ماكو إيمان ما المانع أن يخون الإنسان صديقه؟ ما المانع أن يخون الإنسان أباه؟ ما المانع أن يخون الإنسان شريكه؟ الإنسان غير المتدين لا يؤمن على دينار واحد، يعني عندما تعطي دينار ما تعلم أنه يخونك في هذا الدينار أو ما يخونك، لأن ما عنده مانع، لأنه ما عنده رادع. يقول بعد هذه التجربة أنا عرفت أنني أخطأت، بقيت سنوات متحير أفكر، ثم ذهبت لانتخاب زوجة جديدة. كان أول شرط عندي أن تكون هذه المرأة مؤمنة، وأن لا تترك الصلاة ولا يوم واحد. هذه المرأة هي التي يمكن أن يوثق بها، المرأة اللي تخاف من الله واحد يتمكن يثق بها، أما المرأة التي لا تخاف الله كيف يثق بها الإنسان؟ المرأة التي تخون الله ألا تخون زوجها؟ أكو مانع عندها من ذلك؟ يقول ومنذ ذلك اليوم تزوجنا، وأنا وهي لم نترك الصيام يوما واحدا من شهر رمضان، ولم نترك الصلاة ولا يوما واحدا، ولم نترك قراءة القرآن ولا يوم واحد بعد صلاة الصبح. أنا الآن عرفت أن هذه المرأة هي التي أتمكن أن أعتمد عليها، المرأة المؤمنة المتدينة واحد يتمكن يعتمد عليها، أما المرأة التي لا تخاف الله كيف يعتمد عليها الإنسان؟